المسائية. بألايف رح نحكي عن بعض الحلول لمشكلة النفايات اللي بعدها موجودة لبنان، يمكن مش عم نحكي فيها قد قبل، ولكن المشكلة بعدها. مع دكتور وسام راجي، أهلا وسهلا فيك. حضرتك رئيس جمعية CDDG، رح نحكي اليوم عن اقتراحات هالجمعية اللي رح تبلش تتنفذ. نعمل حفل الجمعة 22 تموز لحتى ينطلق أو يطلق هالمشروع يلي رح بيكون ببشمزين بالكورة. يعني بداية خلينا نعرف شو عن الجمعية لحتى نحكي أكثر عن المشروع يلي الجمعية CDDG هي مركز التنمية الديمقراطية والحوكمة، هدفها أكيد التنمية المستدامة بالمناطق ومحاولة النهوض بالمجتمع وتحويله لمجتمع منتج. نعم. هيدي الجمعية اهتمت بعدة ملفات إنمائية من 6 سنين لليوم، وهلأ بآخر مرحلة اللي بلش تشرين عملنا مؤتمر حول الحلول المطروحة لمشكلة النفايات بلبنان، وبهالمؤتمر حطينا خطة وبلشنا بتنفيذ هالخطة على نطبقها بشكل عملي على الأرض. أول تطبيق لنا كان بمعمل بشمزين. معمل بشمزين هو معمل إعادة تغيير، أكيد ما في شيء بيصير بدون مساعدة الناس والقاطنين بالبلدية اللي هن بلش الفرز من المصدر معهم. من بعد الفرز من المصدر عم بتم نقل المواد اللي يعاد تدويرها الى هيدا المعمل، بهيدا المعمل تفرز مره ثانيه، لانه ما بدك كم كثير تخلي الناس، يعني ما بدك تعقدي لهم البروسيس بالبيت انه بدك تفرز لاربع خمس اشياء، عم بيفرزوا عضوي ولا عضوي، اللا عضوي بيتاخذ على هالمعمل هيدا، يفرز مره اخرى وبينكبس وبتجي الشركات الخاصه وبتاخذه وبتشتريه من هالبلديات. يعني هيدا المشروع بشكل عام نجاحه لانه صار في تعاون بين اقطاب اربعه. المجتمع المدني المتمثل بجمعيتنا، حزب سياسي المتمثل بالقوات اللبنانية، البلدية اللي هي السلطة المحلية، والقطاع الخاص المتمثل بشركة جمعية الإخوان وسوليكار من شقة، وشركة روكي بلاس من شقة تاني. يعني هون بحاجة لاستثمار بداية، ولكن هل هالمشروع يلي عم يستثمر حاليا ممكن يكون له مردود لاحقا؟ طبيعي. هلا كإفادة مادية عم نحكي. هل بالنسبة للفرز بالإضافة لأهميته البيئية، نعم، وتخفيف الاستهلاك على الموارد الطبيعية، في له مردود اقتصادي كثير منيح. يعني إذا نحن المعمل، هذا المعمل اللي ركبناه نحن بمشمزين، بيتحمل حوالي الفرز ل 20 ضيعة، 5 طن بالنهار ريسايكلز. هال 5 طن بالسنة بفوتوا حوالي 400,000 دولار على البلدية. يعني أرقام منا صغيرة، بتقدر البلديات كتير تستفيد منها. حيلا تجمع بلديات، اتحاد بلديات، بيقدر يوجد الأرض المناسبة ويوجد الطريقة المناسبة للفرز من المصدر ومن ثم الانتقال بهالمشاريع. في مداخيل كتير جيدة جدا للبلديات بهالمشاريع. عم نشوف بعض الصور اللي بتفسر أكثر عن الاحتفال، عن أيضا طريقة الفرز هون، كمان الأشياء البلاستيكية اللي محطوطة طبقات الأنانة هون، ما هيك؟ إيه، هدول بيجوا أشياء بلاستيك. تجاوب كبير اكيد من اهل المنطقه، والا يمكن ما بيمشي المشروع. ايه هلا تجاوب اكيد، بس كمان بالنهايه نحن دورنا، يعني نحن عايشين بمجتمع بالاساس المجتمع فاقد ثقه باي سلطه، اذا كانت على سلطه الدوله المركزيه وسلطه السلطات المحليه. نحن اليوم عم نرجع من عيد الثقه، وهي بقدره الفعاليات الموجوده بهالبلديات، قد ايه هن مقتنعين بهيك افكار، قد ايه هن قادرين يسوقوا هالافكار للعالم، عم بيقدروا بمطرح معين يعملوا انجازات كثير كبيره. نعم. ما حدا كان بفرق انه ضيعه بيقدروا الناس فيها يفرزوا بكيسين، لانه بيقول لك انه ما حدا رح يعملها. ايه ما حدا بيعملها، اذا يعني ولا جمعه معينه بلشوا وانا شخصيا بلشت وبعدين راحت القصه، فما عاد في لزوم انه نرجع نفرز، يعني لانه ضاعت الثقه فيها القصه. بينما نحن اللي عم نشتغله انه اهميتها استدامه المشاريع، مش المهم بس نعمل مشروع. صحيح. انا هالعالم هي بس عم تجي بتشوف انه كل مره عم ينفرز عم بيتاخذ، واللي عم بيتاخذ عم ينباع، والبلديه عم بفت لمدخول، الناس لوحدها رح تلتزم، عم بتفوتي ثقافه جديده، ثقافه لها اهميه مثل قلنا من الناحيه البيئيه ومن الناحيه الماديه للبلديه، لانه بيطوروا حالهم، عم يخلقوا مجالات للعمل، يعني فرص عمل كثير لاشخاص عم يقدروا يشتغلوا بالمعامل. يعني عم نعمل معمل، اي بدك موظفين، بدك اشخاص تشتغل وتتابع هالموضوع، من المسؤوليه عمين بتوقع؟ يعني كانه هون عم نحكي عن نوع من اللامركزيه دكتور. ايه هلا المسؤوليه شو قصدك من ناحيه شو؟ المسؤوليه لحتى نحفز الناس انه يبلشوا ولحتى نتابع بهالعمل مثل ما تفضلت. هلا مثل ما قلت، في دور كثير كبير للبلديه. البلديه ورئيس البلديه واعضاء البلديه بيلعبوا كثير دور مهم بقياده هالمشاريع. اول شيء لتوعيه الناس،
على إيه على أهمية الفرز. ثاني شيء كمان لإقناع الناس، يعني في كتير مطارح بيجوا بيقول لي خي انا بحب اعمل هيك معمل، بس بتعرف شو الناس بدهم يقولوا، كيف بدك تجيب زباله تضيع ثانيه؟ يعني ما في وعي كامل شو يعني فكره الفرز. نحن نتعاطى بالاورجانيك وبالمواد العضويه والاشياء الثانيه، هلا نحن مركزين بمرحله اولى على الفرز، الفرز كل شيء بيدخل هالمعمل عم يظهر منه. نعم. سو هيدي كثير مهمه يقدروا يضووا عليها البلديات لياخذوا اذا بدك القبول من اهالي الضيعه هيدي، ليشوا يشوفوا انه لا مزبوط في انتاجيه وفي شغل عم بيطلع وفي استفادة، في شيء جدي. شغل جدي على كل حال المعمل صار موجود يعني من مجرد وهلا عم نشتغل على معملين ثلاثة غيرهم بعدة مناطق، بنفضل نفصح عنا يعني وقتها يبلش شغل على الأرض فيها. للنفايات العضوية كمان للفرز، نحن هلا معامل فرز، مرحلة ثانية العضوية عم نشتغل عليها، بس هيدي مرحلة بنعتبرها متأخرة شوي لأنه بدها نبني لها أساسات ثابتة مضبوط فيها. حضرتوا لنا فيديو عن الإيفنت يلي صار، رح نشوفه سوا ومنعلق عليه أكيد. هالنفايات يلي عم تنفرز لكن هالنفايات يلي عم تنفرز شو عم بيكون مصيرها؟ يعني لوين عم تروح على شو او شو عم بترجعوا بتصنعوا فيها؟ هلا مثل ما قلنا في ثلاث اشياء عم تنفرز اساسيه، اللي هي التنك، التنك عم في شركه عم تاخده بترجع كمان بترجع بتعيد تدويره ليرجعوا كمان يصنعوا منه تنك، عندك شركات اللي عم تاخذ الورق والكرتون كمان عم تاخذهم عم ترجع بتصنع منه لتعمل كتب لتعمل صناديق، يعني اعاده تدوير المنتوجات هيدي، قلنا البلاستيك كمان اللي هي نسبة كتير كبيرة بيطلع بلاستيك كمان عم يعاد تدويرها لاستعمالها لشركات اللي هن كمان بأنجو المواد اللي بحاجة لبلاستيك، يعني كلها عم ترجع تعاد مرة تانية استعمالها وتالتة ورابعة. هل هالمشروع يلي ممكن يكون له تأثير اقتصادي إيجابي جدا، هل ممكن يوصل كمان لحتى يكون تأثيره إيجابي على الدولة مش بس على البلدية أو على الأفراد؟ هلا ليك تأثير الإيجابي على الدولة بيكون إذا التأثير كان إيجابي بالمناطق، يعني بالنهاية شو هي الدولة؟ الدولة هي مجموعة مؤسسات عم بتجرب تحل مشاكل هالشعب هيدا، إذا مشاكل الشعب انحلت بيكون بالنهاية يعني الدولة لازم تكون مرتاحة بهالوضعية. نحن عنا مفهومنا شوي خاطئ للدولة بمطرح معين، إنه صار في عم بقلك ضعف الثقة بالدولة وبالمؤسسات بالدولة عم بيوصل العالم لحتى ما يأمنوا بولا حل حتى على المستوى المركزي، عم نلاقي أشخاص كتير كفؤين بالبلديات، عندك اشخاص صار عندها القدره على اداره بلدياتها بشكل كثير قوي، برهان منها بلديه بشمزين وبلديات غيرها وغيرها، بس عم بقول لك هي ضعف الثقه من المواطن تجاه حيلا مؤسسه بيعتبروها مؤسسه عامه، هيدا نحن اللي عم نرجع بنعيد احيائه، احياء الثقه بيجي رقم واحد من قبل بلديه، نحن بنحط هالخطه وبنبلش نحط لها الوسائل للوصول لهالنتيجه، بيجي هالشركات الخاصه تبلش تنفذها معنا خطوه ورا الثانيه. ببشمزين موجود المعمل، ذكرت بانه عم توصل نفايات من عده مناطق من ست ضياع اليوم، وهلا بدنا نوسعها لصل 20، في هونيك ضياع حواليها اللي هلا بلشت مضت معها وبدها تبلش تجيب النفايات المفروزه لعندهم، وهدفنا نوصل ل 20 ضيعه. هلا اذا لقينا في مجال نتوسع اكثر عم نقدم عن جهات مانحه نقدر نحن نوسع هالمعمل هيدا ليصير يقدر يشمل الكوره كلها، يعني ان شاء الله ان شاء الله اكيد. يعني قد ايه هالموضوع هو صحي، قد ايه كمان بيرجع بيذكرنا بانه نحن كمان مسؤولين دكتور، يعني هون وكانه عم نرجع هيك نحسس المواطن بانه يلي دائما بيشتكي، ونحن بنعرف انه لبنان بيشتكي كثير من دون ما يكون عم بينفذ امور على الارض، انه هون نحن لا عندنا مسؤوليه، عندنا مسؤوليه انه نرجع نحن نشتغل على هيدا الشيء، يعني قد ايه هالشيء مهم اليوم. ايه نحن عندنا مسؤوليه كمواطنين، بس كمان ما فيك تيجي تلوم المواطن، المواطن يدفع ضريبه، المواطن مش شغلته يلاقي حلول، شغله الدوله المركزيه او السلطات اللامركزيه ايجاد الحلول ومن بعدها الطلب للمواطن ياخذ الخطوه الصغيره اللي هو بتعتبر بحجمه ليقدر ينفذ هالخطه، بس مش مسؤوليه المواطن هو يقعد يلاقي الحلول للمشاكل كلها، هو عم يدفع ضريبته، هو شريك بس انه بالنتيجه اذا مش الكل تعاونوا مع بعض ما رح نوصل لنتيجه، اكيد في تعاون كل جهه كبت المسؤوليه على الثاني، يعني هون عم نشوف الكل عم يتعاونوا مع بعض بهالمنطقه الحلوه من لبنان، البلديه الافراد ليوصلوا لنتيجه حلوه، لان كان في خطه واضحه. ما هي اللي عم بقوله انا، السلطه المحليه او السلطه المركزيه او شو ما كان بدها تحط خطه واضحه، خطه استراتيجيه واضحه،
فرج الانسان لوين رايح من وين لوين. وقت يشوف هالطريقه هيدي من وين لوين رايح، ساعتها هو الانسان لوحده بيتشجع انه يكون له مشاركه وهو يكون شريك بتنفيذ هالخطه. يعطيكم الف الف عافيه، ان شاء الله هالمعامل بتصير بمناطق لبنان كلها ان شاء الله، وما منعود نشوف اي شيء اي نفايات على الطريق ان شاء الله بنعدي الكل. شكرا لوجودك معنا دكتور وسام راجي رئيس جمعيه سي دي دي جي، اهلا وسهلا. ثانك يو، ميرسي كثير. وقفه سريعه ومنتابع لايف.